اسمي خلدي حسين خليل من بلدة مشمش عكور، أنا مزارعة لبنانية. الأرض كنا زارعين التفاح ونجوص، أجتني فكرة إنه ليش أنا ما بزرع ورد مع التفاحات، لقيت فيه الإنتاج أحسن من التفاح. من بعد ما بلشت بزراعة الورد تعرفت على مؤسسة الصفدة، عملت لنا دورات تدريبية مدعومة من الاتحاد الأوروبي، وبإحدى الدورات هي اختاروا منا 5 ستات وسفرونا عبر الغورية، برمنا على حقول الورد عندنا هنيك، علمونا طريقة التشحيل عندنا، الزراعة، التقطير، وأهم مهنة هي اللي تعلمت عندنا استخراج الزيت. بدي طبقها هلا بلبنان إن شاء الله واشتغل فيها واستخرج الزيت. الثاني لحديت هلا عندي إرادة وعندي جهد وسع مشروعها، ولو تعبت شوي يعني المهم أمن حياتي وحياة عائلتها.